اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الاكارم بحلقه جديده من برنامج اوغريت، معكم اليوم بالرمل الجنوبي، تحديدا منطقه السوق. مرحبا يا عم، تعرفني بحضرتك. اسمي كامل خلف ابراهيم من محافظه الرقاح. اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم يا عم. الله يسلمك، ينعاد علينا وعليكم خير وسلامه. امين يا رب. عم خبرني حضرتك شو كنت تشتغل؟ انا كنت اعمال حره عندي بالرقه، محل موبايلات. بتعرف الرقه راحت وما ضل لنا شيء الحمد لله. ضلت رحمه الله والطيبين بس. استشهد ابني ووظفوني هون على موجب استشهاد ابني. المشفى الوطني. وانصبت بهالمرضات قدم سكري. ما صار لي تقريبا شيء 3 أشهر باترة. 3 أشهر لك باترة لنتيجة إصابتك بالمرض؟ نعم. ليه لك أخذ الكرسي؟ صار لي شهر ونص تقريبا. شهر ويعني كم يوم. شهر ونص. أي. الله يقويك يا عم، الله يرحم ابنك. نرفع رأسنا نحن فيه، الله يرحمه الرحمن الرحيم يا عم. عم خبرني شوي عن شهر رمضان المبارك، في عندك ذكريات قديمة هيك فينك تخبرنا عنها؟ خبرنا لنشوف. الشهر رمضان الكريم السنين الماضية مختلف عن الشهر هذا أو السنة هاي، كل ما عم نصير قدها بصير غلا، بتعرف أشياء. كان الجار يطلع على جاره ما ياكل لقمة قبل ما يطعم جاره، هلا ما في حدا لحدا. والحمد لله رب العالمين. طيب أيام زمان بالرقة، العادات التقاليد بشهر رمضان المبارك شو تخبرنا عنها؟ أيام زمان، خليني أرجع لورا. يعني من شيء 20 سنة 25 سنة. يعني الذكرى اللي بتشوفها مناسبة. بتلاقي رمضان كريم كويس بجيرانه، تلاقي جاري لجاره يعطي، يحط له صحن يشيل من راس الأكل يبعث لجاره. اسمه رمضان كريم. وش بدي أقول لك، ما يعني أكثر من هيك بعد ما أقول رمضان كريم ما ضل أكرم من هيك. عم الله يقويك والله يشفيك يا رب. نحن بنرفع راسنا فيكم، نحن بنشد حالنا بكلام حضرتك. ومن بعد امرك نحن عندنا هديه بسيطه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه، من قناه اوكريت واذاعه امواج اف ام، وهي الهديه مقدمه من المدينه البيضاء للشرقيات والبياضات ومن لفاح للوجبات السريعه. بتمنى تقبلها، وكل عام وانت بالف خير ورمضان كريم. الله يسلمك يا رب، ونعاد علينا وعليكم خير والسلامه يا رب. إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا لك يا عم. شكرا شكرا شكرا. مرحبا حبيبي، تعرفني باسمك؟ أحمد سامر ربيع. أنت ساكن من هون لما جاي من غير منطقة؟ مهجر من إدلب. مهجر من إدلب؟ إيه. وأبي ما بنعرف أنا شيء من 11 سنة. من 11 سنة، الله يرده بالسلامة يا رب. معناتها بالبيت أنت وإخواتك ووالدتك. كم أخ أنتوا؟ 3 صبيان وبنتين. 3 صبيان وبنتين. خبرني شوي حبيبي، انت عم تشتغل؟ ايه. شو عم تشتغل؟ حلاق. حلاق؟ ايه. تارك المدرسة شيء؟ ايه. تارك المدرسة. اخواتك كمان؟ بس انا. بس انت؟ ايه. اختك اكبر منك؟ ايه. وانت هلا الشاب الكبير بالبيت؟ ايه. انت عم تشتغل لحتى تساعد اخواتك ووالدتك؟ ايه. الله يقويك. الله يسلمك. شيف الشغل صعب؟ لا. قاعد اشوف شو تعلمت قصة؟ كل شيء. كل شيء كل شيء؟ كيلي أنا أصعب قصة. أصعب قصة. ولا شيء. كله سهل؟ كله سهل. شلون الزباين مبسوطين منا؟ الحمد لله. يقولوا بدنا أحمد يحلق لنا، أحمد يحلق لنا. ودقن وما دقن وما بعرف. إيه. عم تغلوا عليهم بالأسعار؟ لا. بيناتنا؟ لا. قد إيه عم تاخذوا على الحلاقة؟ 3. 3؟ شعر دقن؟ يا بلاد. ايه خبرني شوي، اخواتك الاصغر منك شو اعمارهم؟ وحده صف سادس واخوي الثاني صف ثالث. صف سادس وصف ثالث، واختك الكبيره؟ بكالوريا. بكالوريا، يعني انت هلا فينا نقول رجال البيت. ايه. الله يقويك يا رب يا احمد. الله يسلمك. ناوي هيك بعد فتره تفتح صالون خاص فيه؟ ايه. ان شاء الله الله بيرزقك وبتفتح وبتصير معيل لعائلتك الكبيرة، ونشوفك أحلى شاب متجوز ومعيل لعائلتك الصغيرة. بس خليني أحكي أنا وياك شوي، شو مشان المدرسة؟ أنا ما رح نرجع لها؟
وقفت؟ لا ابدا. انت كنت بالمدرسه وقفت؟ ايه. اي صف؟ اي صف؟ هلا لازم اكون انا تاسع. لازم تكون تاسع، يعني انت وقفت السنه الماضيه لما كنت تعمل؟ ايه. طيب فينا هيك انه مثلا ممكن اذا ان شاء الله هيك تحسنت امورنا الماديه، تحسنت حياتنا، نرجع على المدرسه السنه الجايه؟ ايه. يعني موجوده الفكره؟ ايه. بدنا نرجع باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احمد حبيبي، نحن معنا هديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه، قناه اوغريت واذاعه امواج اف ام، وهي الهديه مقدمه من شركه ابو محمود للحبوب والبقول. بتمنى تقبلها منا لهالهديه، والله يقويك وان شاء الله يا رب نشوفك احلى شب. بس بدك توعدني ترجع على المدرسه. وعد؟ وعد الزلم. ها اوكي حبيبي، شكرا لك احمد. الله يقويك حبيبي، الله يقويك، الله يقويك. بعدنا مكملين معكم مشاهدينا الاكارم من الرمل الجنوبي، والتقينا بالاخ هاني. مرحبا. اهلا حبيبي، اهلا وسهلا. رمضان كريم. عليم عليك جماعة عباد خلق الله يا رب. شو اسمك؟ هاني احمد حمدان. هاني احمد حمدان. من وين حضرتك اخ هاني؟ من الرمل الجنوبي. من الرمل الجنوبي. طول عمرك عايش هون؟ والله الا من 83 ساكن هون. من 86؟ 82. 82. وين كنت ساكن قبل؟ والله كنا ساكنين بالضيعة. بالضيعة. وين الضيعة؟ وصل معك للضيعة من الاخير، اللي وين الضيعة؟ دويركة جبال الكراد. حلب؟ لا، دويركة جبال الكراد تبع. وين هي؟ فوق خساطيل. ايه. دويركة. اهلا وسهلا فيك. خبرني وين ساكن؟ بيتك ملك اجار شو؟ لا والله ملك طابق ارضي. ملك؟ طابق ارضي. طابق ارضي، معطي ما بتخلي شمس. ما تبي تخلي الشمس نهائيا ابدا. لا والله. شو عندك اولاد؟ عندي الله سبع بنت وولد استشهد هذا الشهيد. عندك شب وبنت؟ شب استشهد وين؟ هذا بحلب هذا الشهيد. وعندي ولد ثاني اكبر منه واقف على العمل ما بيصير شيء. باي سنه استشهد؟ 2016 استشهد بحلب. الصبيه مجوزه؟ مجوزه. مجوزه. شلون شو بتشتغل حضرتك؟ والله ما لي شغله معي. شو ما صار شغله بالشغل. شو ما بيصح لك تشتغل؟ الله يرزقك يا رب. جميع حبيبي. احكي لي شوي، بدي اسالك شوي عن شهر رمضان الكريم، شهر رمضان المبارك. اذا رجعت انا وياك بالذاكره شوي لورا. شو فرق عن اليوم؟ شو اختلف؟ والله ما اختلف شيء نهائيا، بالعكس. ابدا ما اختلف شيء. اي شيء. كل عام بصوم والكل والكل كويسين العالم. يعني هلا في حدا قال لي انه لا، انه الناس ما عاد تسال عن بعضها مثل ايام زمان. لا، في الدنيا خليت خربت، ما في، كل الدنيا كويسين هيك. الله يقويك يا رب اخ هاني. نحن معنا هديه بسيطه، جائزه صغيره بس لو سمحت. طبعا هيدي الهديه هي مقدمه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه، من قناه اوغريت واذاعه امواج اف ام، والمقدم هو المدينة البيضاء للشرقيات والبيضات، ومن عند لفاح للوجبات السريعة. إن شاء الله بتمناك تقبلها منا، وكل عام وانت بألف خير يا رب. جميعا إن شاء الله بألف خير يا رب. شكرا جزيلا لك. حبيبي الله معك، حبيبي الله معك. رمضان كريم يا عم. شو اسم حضرتك؟ محمد أسعد أبو شملة. محمد أسعد أبو شملة، قد إيه عمرك عم؟ 86 سنة. العمر كله يا رب. عم أول شيء رمضان كريم. إن شاء الله يا رب السنة الجاية تكون أحسن من هالسنين اللي عم تمر علينا. ويد البال على الجميع، على الشعب، حتى يشبع ويوكل، الله سبحانه وتعالى يطلع علينا بكل خير. إن شاء الله يا رب. عم بدي أسألك، إيدك من شو مبتورة؟ قلت لك من الحلقات. عم دردش انا وياك قبل، هلا صار معنا مايك، فهلا بدك ترجع تعد لي اياها. عم بشرب بالحلقات، بدي ازيت المطور، في مطور للغربان، هذا بصفي البزر من الحديد ومن كذا، وهذا ما حسيت الا ايدي عدات، هاي بسنه الاربع 54 اخذونا على المستشفى، عملوا تعال بدك اعطوني تعويم. كذا كذا، رحت للمحامي قلت له عم بدي اعطوني، ما عم، قال لك عمي خديني ما في نقابات،
فإذا بعتوك ياخذ هذول عند المحامي بتطول أخذ 2400 ليرة أخذ تعويض. أي سنة؟ سنة 54. سنة 54 كنت عمري 20. بعدين كيف بدي أشتغل؟ بدي أعيش، صرت للوكالة اللي هاي كانت وكالة الغور، أقول لهم بدي أشتغل كذا، لأنه اللي بتوظف بإيد واحدة شو بدي يوظفه؟ قلت لهم أنتم جايين لتشغيل لاجئين فلسطيني وبدكم تساعدوا الفقراء والكل، بدي حطوني آذن على بنا أشتغل أنا ومرة تسعين. الله يقويك يا رب. ظليت 33 سنة فيها أشتغل بإيده، أحط المكنسة تحت إيدي هاي وأقعد أكن، وخلفت أولادي الحمد لله، عندي هلأ 6 شباب وخمس بنات الحمد لله، ربيت تربية صالحة، الله 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 اللي رباهم، وعشت أنا وياهم وهلأ قعدت من بعد هذا هياني قاعد. الله يقويك يا رب. عم نحن عم نعيش أيام رمضان الكريم، رمضان المبارك، خليني أسألك شوي، في عندك شي ذكريات أيام زمان، شي موقف طريف، شي هيك ظريف تحكي لنا يا بيخطر لبالك هيك شي؟ والله الحياة هي دائما كلها ظروف وكلها شي مضحك، شي ظريف نبتسم عليه. والله وحاضر شي ببالك؟ والله بتعرف هلأ على هالكبر الواحد ما عاد نذكره. طبعا شو رأيك، فرق شي رمضان أيام زمان عن هيدي رمضان اختلف شي أيام زمان عن هيدي الأيام؟ أي طبعا اختلف. أيام رمضان أول كان في الأناشيد وكان في العمل وكان الحياة يعني إلى أسهل. نعم كان ما في غداء مثل ما في غداء، كان كنا تكون قاعدين. أنا أول قعدت 10 سنين بحلب بمخيم النير، كان المهجع 8 غرفون وثمان غرفون. بأيام رمضان النادي بعض قوم تصحر، هذا يبعد صحن وهذا يبعد سداد وهذا تصير تشكيلة، يكون واحد عم بوكن وجبة، هذا الكل كان المحبة، كان الإخاء، كان العطاء، كان الحمد لله. وهلا الحمد لله، الحمد لله على كل شيء عم، وان شاء الله بترجع احسن. الحمد لله هلا منيح اللي عم نقل محاصرين الاعداء ويانا، انه 12 سنة بحروب لهالبلد، منيح اللي عم نقل ونشرب وبعطونا محاصر، الله يهدي البلد. عم نحن باخرة هالدردشة الحلوة مع حضرتك، اذا ممكن تقبل منا في هدية بسيطة صغيرة مقدمة بس لو سمحتوا الهدية. شكرا. طبعا عم هيدي الهدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاتقية من قناة أوغريت ومن إذاعة أمواج اف ام. بسمعها أنا والله. إيه الحمد لله، هي مقدمة الهدية من بن الهيسام ومن لفاح للوجبات السريعة، بتمنى تقبلها منا. وشكرا جزيلا لك يا عم، رمضان كريم. بارك الله فيكم. شكرا شكرا يا عم، شكرا. هذه كانت الدردشة أيام زمان وعن هيدي الأيام، خلوكن معنا، بعدنا متواجدين بالرمل الجنوبي. طبعا مكملين معكم من الرمل الجنوبي مشاهدينا لكارن في برنامج أوكريت معكم ومعي الخالي هون. مرحبا يا خالي، رمضان كريم عليك وعليك عليك عليك وعلينا، ان شاء الله بينعاد بالصحه والعافيه يا رب. امين يا رب. خالي تعرفيني بحضرتك؟ انا رجاء احمد شعار. اهلا وسهلا فيكي ام شو؟ ام حسين. اهلا وسهلا فيكي يا خالي ام حسين. خالي خبريني وين ساكنه هون؟ شارع الغراف. شارع الغراف. ملك ولا اجا؟ لا ملك الحمد لله. ملك الحمد لله. خبريني ابنائك عيلتك كيف الامور؟ عساكي. لين عساكي؟ الله يحميكم ويحميهم ربي ويحمي سوريا وقائدها. امين يا رب. الله يسلمك يا خالتي. 2 عساكي ووضع تمام، ما عايشين الحمد لله. ما عندك غير هالشابين؟ عندي 3، واحد صغير بالمدرسه. واحد صغير صف شو؟ سادس. الله يخلي لك ياهم. خالي خبرينا شوي عن رمضان اللي عم نعيشه هلا، شو متبضعين، شو اليوم بدنا نفطر؟ فول. الحمد لله يا خالي. الحمد لله نعمه، هي اكبر نعمه. الف صحه وهنا. بينا
يعني الحمد لله امور ماشيه، بدنا نعيش حياه تمام الحمد لله كلتنا، المهم نحن بخير وبصحه، هي اكبر نعمه. الله يخلي لك الشباب يا رب. خالي ايام زمان وهيدي الايام، هلا في ناس بتقول لك انه لا رمضان هيدا هو، نحن يمكن تغيرنا شوي، صار في غلاء، انت شو رايك؟ اجباري يا خالتي، على هالظروف اللي عايشين نحن بحرب، والله يفرجها، هي احسن شيء يفرجها على سوريا يا ربي. وكونوا انتم بخير، هي اكبر نعمه، الله يحميكم ربي. الله يسلم لي قلبك يا خالي، الله يخليك. خالي من بعد امرك نحن في معنا هديه صغيره من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه من قناه اوغريت ومن اذاعه امواج اف ام، هي مقدمه من المدينه البيضاء للشرقيات والبياضات، وفي من لفاح للوجبات السريعه، بتمنى تقبليهم منا. شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بالف خير يا رب. كل عام وانت بخير، بينعاد عليكم بالصحه والعافيه. خليكي، شكرا يا اخي. شكرا شكرا. طبعا هيك بنكون وصلنا معكم مشاهدينا الاكارم لنهايه حلقتنا اليوم من الرمل الجنوبي، خلوكم معنا في حلقه جديده.